أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هي الطريقة لنصيحة أحد أقاربي؟ ذلك أنه ترك صلاة الجماعة وحلق لحيته بعدما كان يسابق المؤذن إلى المسجد، ولا يخرج إلا بعد السنة الراتبة والذكر بعد الانتهاء من الصلاة. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دين. أنت واصل النصيحة معه ولح عليه، لعل الله أن يهديه ويرجع إلى الصواب، فإن امتثل وإلا بلغ عنه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتحضره وتناقشه في هذا الأمر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.